Exercise C on page 15 in the activity book. Write words that match these definitions. اكتب كلمات تتوافق مع هذه التعاريف. Number one. طبعا هنا انتو حاولوا انه تخمنون الجواب. بعدين لاحقا راح اذكر الجواب. Okay. Number one. It makes cars, boats, and planes. يعني الشيء الذي يجعل السيارات والقوارب والطائرات تتحرك. ما هو هذا الشيء؟ Number two. Words and pictures. كلمات وصور to help sell things. تساعدنا في بيع الأشياء. Number three. A person who helps others is... ماذا نسمي الشخص الذي يساعد الآخرين؟ Number four, you can clean your teeth with this. شيء تستطيع أن تنظف أسنانك به. Number five, three or more people waiting in line. ثلاثة أشخاص أو أكثر ينتظرون في طابور. ماذا نسمي هذا الشيء؟ لاحظ الإجابات.